نروح لليلة مميزة. طبعا فعلا هذه الليلة مشاهدينا ضمت النجمين كاظم الساهر وحسين الجسمي ضمن مهرجان مفاجآت صيف دبي للعام 2015 واللي تنظمه شركة بلاتينيوم ريكوردز. الحفل حضرته جماهير غفيرة من عشاق فن النجمين، وكانت مفاجأة الحفل. شو كانت المفاجأة؟ كانت دويتو طبعا ما بين الجسمي وبين القيصر، بدأ التحضير له قبل أسابيع ولكن بسرية تامة. يعني تخيلوا هذه العملاقين فيديو واحد. تفاصيل أكثر مع الزميلة مية العكيلي. تجمع بين كبيري الفن العربي الفنان كاظم الساهر والفنان حسين الجسمي، وذلك ضمن فعاليات ليالي ومفاجآت صيف دبي. صباح الخير يا عرب، صباح الخير والمحبة، وصباحكم ورد. أولا أنا كثير لي شرف أن أكون على المسرح، لأن أنا أكون سعيد لما أحضر هذه الأمسيات الرائعة مع جمهوري العزيز. مرحبا فيكم، مرحبا باللي قاعدين يشوفونا كلهم، مشكورينكم تتابعونا، سامحونا اذا بنطول عليكم، ونتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع. صباح الخير. قطع شرع لو نامي بحر الشوق، نظامي بحر الشوق، سعيد كثير من اليوم كذلك كاظم الساهر معنا في الحفل. زادني سعادة لما السادة حسين الجسمي أنه كان معايا. كاظم أسطورة وفنان كبير، احنا نتشرف أن نكون معاه في حفل. صوته رائع جدا، أنا كثير أحب صوته. أخ وصديق. ومو صوته، أحب شخصيته لأن إنسان طيب جدا ومتواضع وبسيط جدا، وأنا يعجبني. سعيد كثير أن اليوم أكون معاه إن شاء الله. وزاد الأغنية ألق. ويا مرحبا فيه في بلده، هو صاحب مكان وإحنا ضيوف. مفاجأته هذا العام لم تقتصر على حفل يجمع بين محبوبي الجماهير الفنان كاظم الساهر والفنان حسين الجسمي، إنما المفاجأة الكبرى كانت أغنية تجمعهما سوية على مسرح واحد. أتشرف بوجودي مع الأستاذ الكبير حسين الجسمي، فنان موسيقي مو بس مطرب. أبو وسام، أنت صاحب مكان وإحنا ضيوفك. حيوا الرجال المخلصين العمر وهذا البلد، يلي اعتلوا خير السحاب وجاب ونجوم السعد، أجمل هدية شعبهم يد شعبهم سور سنة، بارك وزد عمرانهم يا ربي يا وحدة. صباح الخير يا عرب، ميال عقيلي.